بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تشرفنا اليوم بلقاء الدكتور أنيس قوبعة، مدير مركز الابتكارات والبحوث في جامعة الأمير سلطان. أهلا دكتور، حياك الله وبارك فيك. والله يا بشر الحمد لله، الله يبارك فيك. معنا زميلي نايف العنزي، حياكم الله. مساء الخير يا نايف. حياك الله. طيب، نريد يا دكتور انطباعك عن المشروع وعن ما سوينا وعن ما رأيت وتحدثنا عنه قبل قليل. أول حاجة حابب أشكركم على المشاركة في الملتقى الطلابي، والمشروع مثل ما تفضلت يعني مشروع يطرح موضوع مهم جدا اللي هو الطاقة المتجددة والمواضيع المتعلقة بالاستدامة، لأنه الآن الطاقة بالطريقة التقليدية ما نسبت مشاكل كثيرة جدا، خاصة في مسائل الاحتباس الحراري والتغير المناخي. نحتاج الآن، يحتاج كل العالم أنه يعمل على طاقات متجددة، لأنه الطاقة هي أساس الصناعة، هي أساس التقنية، هي أساس التطور اللي احنا نعيش فيه الآن. فلذلك العمل بتاعكم يدرج في هذا الإطار، ومجهود ممتاز جدا الحقيقة، وإن شاء الله تطوروه بطريقة أنه يصبح منتج، لأنه دائما نحن لا نريد الأفكار تبقى في المستوى الأكاديمي لكن تمر إلى مدرسة الابتكار، ثم إلى إنشاء منتجات تستطيع المجتمع يستفيد منها والمملكة تستفيد منها، خاصة في ظل التحول الرقمي الموجود الآن في المملكة والرؤية 2030 اللي تطمح أنه يتم التقدم في جميع المجالات، ومن أهمها مجال